السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية والصحة. في البداية صلوا على الحبيب. الحمد لله. طبعا وصلنا إلى نهاية الدوام، يعني ما عاد باقي معنا كم قلاب إن شاء الله وبنوقف. ما شاء الله تبارك الله، شوف الدمار اللي رحلناه اليوم ما شاء الله، يعني تقريبا قسمنا الأرض، يعني صارت اشتغلنا نص الدمار، نص الدمار إن شاء الله يعني والحمد لله من الأرض. طبعا من الطبقة اللي فوق، طبعا مو الطبقة اللي تحت، باقي معنا تحت 1.30 متر، بس احنا نشيل الدمار المخلوط اللي هو مخلوط بشوية صبيات وبلوك. لكن الحمد لله يعني والله العظيم في إنجاز والحمد لله، برغم ان القلابات موجودة الستة لكن تتأخر لأن المرمى حقها بيرموه للأسف في مرمى البلدية اللي في العكيشية. والله حرام الدمار هذا يعني يروح للأمانة، أيام تلاقيك تدور للدمار هذا بالسراج ما تلاقيه، يعني تودك ودك تلاقي دمار زي كذا والله ما تلاقيه. والأيام هذه سبحان الله ما لقينا الزبون اللي ياخذه، فبنوديه على وين؟ بنوديه على البلدية، فالله يعوض. بس الحمد لله على كل حال، عموما الحمد لله إن أنجزنا عمل، يعني لا بأس لا بأس، الإنجاز كويس مقبول، يعني رحلنا في حدود 60 رد. شوف المنطقة دي فيها صبة، يعني صبية اللي هي حق النظافة اللي عطوها للعمارة اللي كانت هنا قديمة، اللي كانت هنا قديمة شوف عاملين لها صبة نظافة، بنحاول ما نرفعها علشان الرجال يبغى ناعم شوي، عشان آخر رد يبغى يصرفه، يعني ماني عارف وين، ما يبغى يروح المرمى، في عنده زبون ولا في عنده شيء. والله العظيم انك تستغرب، يعني سبحان الله الوقت اللي انت تبغى فيه الدمار يتصرف ما تقدر تصرفه، والوقت اللي عكس عكس كل شيء عكس، لكن الحمد لله مع هذا نقول الحمد لله. عموما هيا روح روح طبعا باقي كم قلاب بيجوني دحين، دوامي ساعة تقريبا ساعة 4 بنوقف، ساعة 4 خلاص يصير احنا نوقف، باقي كم معنا كم قلاب بنحملهم وانتهى، ونقول على كذا الحمد لله على كل. ساعات تلاقي الدمار نظيف، ساعات تلاقيه مخلوط. والله العظيم جاب لي الصرع يا جماعة، يعني من جد فجأة تلاقي الدمار نظيف، فجأة تلاقي فيه خرسانات وفيه بلوك وفيه ما تدري كيف كان رادمين ولا ايش وضعهم. وين شوف والله العظيم عجيب عجيب غريب. عبي الفراغات اللي هناك عشان تتعبى اللي هنا. شايفين شي صبت نظافة شكلها كانت يعني ولا ايش بالضبط الله اعلم. ماسكة ماسكة الصبيات دي ماسكة والله، تقريبا سماكتها 10 سنتي أو أكثر من 10. الله يا نعيم، يقول نعيم زودت. وينك يا نعيم؟ موجود؟ لا ما هو فوق، لو أنه فوق كان قال لي بس بس بس.
خرج الدمار من هناك طبعا انا شايفه في الظل. ايش نسوي له؟ نحط لك كذا سحبه عشان ما يطيح على الشارع بس. خلاص خلاص يا مدير. اوكي يا مان. شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله. دقيقه ايوه خليني اوريكم اياه من برا. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ باقي معانا الجزء، الجزء ذا من هنا لين هنا، هذا كله شلناه، هذا كامل لين هنا عند السهم اللي هنا. شوف السهم، مو مصطفى، مو مصطفى، هنا هنا السهم اللي هنا، هذا الجزء بس. ماشيين ماشيين يعني، ممكن بكره ان شاء الله باذن الله نخلصه. طبعا هذا القلاب اللي انا بيرجع، في قلابات رجعت والله، انا قلت لهم لا يرجعوا بس ما شاء الله ما يسمعوا الكلام، لازم يرجعوا لك، لازم حقين القلابات. لو تخليهم 24 ساعه يشتغلوا بيشتغلوا، لولا ان الذروه هي اللي مانعتهم. اي والله لولا الذروه ولا تلاقيهم شغالين. الله يعطيهم العافيه، فالله ما يقصروا طبعا. على الجهة هذه ما نزلنا فيها كثير، انتم لو ملاحظين الجهة اليمين نزلنا فيها اكثر. ليش؟ لان هناك الدمار كان مرة من جد يعني مخلوط بصبيات وحركات زي كذا يعني، وصخور وما ادري ايش وبلوك. اما هنا لا، ما كانوا نازلين كثير. انا مستغرب والله العظيم، كانت الفيلا يعني تقريبا كانت هي فيلا تمام وسط، كانت المباني المفروض وسط. ايش اللي ودى الدمار هناك لا نزول مترين وشوية؟ ماني عارف يعني مخلص. شوف هنا خلاص، شوف هنا وصلنا على الدمار الناعم، الأرض البكر، هذا هو، هذه هي الأرض البكر الآن، يعني ما تعدى مترين. لكن هناك لا طبعا، الجبل، الجبل تقريبا حنوصل تقريبا على على 3 متر وشوية. احنا لما كنا ننزل لتحت وننزل الدمار، ننزل الكاميرات تقريبا على 3 متر نوصل على الجبل. فالارض هنا لما بنوصل على 3 متر بتكون الارض كتان جبليه يعني، مره كويسه يعني، وفي عزاز يعني كانها واقفه على جبل، فممتاز جدا صراحه. سبحان الله، ارض من فوق ترابيه ومن من من تحت، من فوق ترابيه ومن تحت جبليه كتان. دائما مكة تفاجئك في أراضيها وفي جبالها وفي صراحة تستغرب، أحيانا تلاقي جبل كتان وتحته تلاقي الصلب، وأحيانا تلاقي الصلب وتلاقي جبل كتان تحته. Let's go man. خلاص روح.
طبعا الجهة هذه ما نزلنا فيها كثير. انتوا لو ملاحظين الجهة اليمين نزلنا فيها اكثر. ليش؟ لان هناك الدمار كان مرة من جد يعني مخلوط بصبيات وحركات زي كذا يعني وصخور وما ادري ايش وبلوك. اما هنا لا ما كانوا نازلين كثير. انا مستغرب والله العظيم. كانت الفيلا يعني تقريبا كانت هي فيلا تمام وسط. كانت المباني المفروض وسط. ايش اللي ودى الدمار هناك لنزول مترين وشويه ماني عارف يعني مخلص. شوف هنا خلاص. شوف هنا وصلنا على الدمار الناعم الارض البكر. هذا هو هذه هي الارض البكر الان يعني ما تعدى مترين. لكن هناك لا طبعا الجبل تقريبا حي نوصل تقريبا على على 3 متر وشويه. احنا لما كنا ننزل لتحت وننزل الدمار ننزل الكاميرات تقريبا على 3 متر نوصل على الجبل. فالارض هنا لما بنوصل على 3 متر بتكون الارض كتان جبليه يعني مره كويسه يعني وفي عزاز يعني كانها واقفه على جبل وممتاز جدا صراحه. سبحان الله ارض من فوق ترابيه ومن من من تحت من فوق ترابيه ومن تحت جبليه كتان. دائما مكه تفاجئك في اراضيها وفي جبالها وفي صراحه تستغرب. احيانا تلاقي جبل كتان وتحته تلاقي الصلب واحيانا تلاقي الصلب وتلاقي جبل كتان تحته. سكومان خلاص روح. والحمد لله اخر قلاب معانا لهذا اليوم بنحمله. يا ربي لك الحمد. وعلى كذا ينتهي دوامنا لهذا اليوم. الحمد لله انجزنا عمل ولا بأس بما انجزنا. الحمد لله والله ان انجزنا لا بأس. لا بأس كثير كثير يعني ممتاز يعني لا بأس كثير يعني ممتاز. عاد مشوا اموركم مشوا اموركم. يعطيكم العافيه. اخر بكت الان خلاص. عمل له تسويه. يا الله والحمد لله. الحمد لله. طيب تمام يبغى انا اشيله معي. طيب شايفين المنطقه دي كلها تنظفت ما شاء الله تبارك الله. باقي معانا تقريبا هنا 406 يعني في حدود تقريبا 13 متر او 14 متر جوا. ومن داخل خلاص يعني حفرنا كامل. يعني بكره ان شاء الله باذن الله نخلص هذا. اذا القلابات كل ما نفس اللي اليوم يعني اذا كميه القلابات اللي بتجينا نفس حقه اليوم ان شاء الله بكره نخلص هذا الجزء. يصير احنا نرجع لموضوع التدعيم. اذا خلصنا الدمار هذا احنا بنرجع موضوع التدعيم ونرجع نشتغل الحطات اللي تحت. الحطات اللي تحت يبغى لها نزول متر و20 متر و30 متر و40 على حسب. فإلى هنا نقول الحمد لله. الله يلا الحمد لله وصلنا إلى نهاية هذا اليوم. آمنين من الله أنكم استمتعتوا معنا في العمل اللي سويناه. آمنين من الله أنكم انبسطتوا وهذا عملنا لهذا اليوم. والله إنجاز الحمد لله. يا ربي لك الحمد. فلا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب وتابعونا ادعمونا أقل حاجة بشير يعني. ووصوا علينا جماعتكم خلوهم يشوفوا الفيديوهات ونرفع القناة شوية. الله يعطيكم العافية. طبعا انتم ما انتم مقصرين والله العظيم. وبيض الله وجهكم ونراكم ان شاء الله بإذن الله في نراكم ان شاء الله بإذن الله غدا على خير بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.